ولد اهلا بيكي، بس انا اتخضيت. يعني انا فخوره ان السينما بتاعتنا بقى شكلها كده شويه. يعني اولا انا شايفه صوره مختلفه، ده حقيقي. شايفه مدير تصوير مختلف، مدير بالظبط، اضاءه، ديكور مختلف، ملابس منى الزرقاني، شباب بينتجوا الفيلم خضر، حابين الحياه وحابين النجاح، وكانوا مستنيين ان حد فعلا يقول لهم اوكي انا مؤمنه بالفكره، انا مؤمنه بانكم هتبقوا حاجه مهمه، وربنا ما خذلنيش. يعني ايه خانتيولا؟ زي ما انا بالظبط سالت اول مره، فقال لي اقري الفيلم الاول وسام، وارجو طبعا يعني رجاء خاص انك لازم فعلا تلتقيه، لانه فعلا حد يستحق انك تسمعيه. انا اول مره اسمع اسمه. يستحق ان انت تسمعيه. عنده حلم، والحلم ده انه يغير شكل السينما، ففكر في انه يعمل اسم الفيلم على اسم مكون موجود فعلا، ثروه من الثروات الموجوده في اعماق البحار والمحيطات، وفي منها عندنا هنا في مصر، ممكن يعني يدخل في صناعات مهمه جدا جدا. هو عباره عن كائن بيعيش في الاعماق، متجدد الخلايا، لا يموت، حاجه كده يعني عمرها طويل قوي قوي، من الحاجات النادره موجوده في الدنيا. عملتي عليه سيرتش؟ انا عملت عليه سيرتش.